لكم شفتم الصورة اللي قبلها سنابة، هذه صفحة بيضة فيها نقطة سوداء. رجل كان سجين ويأس من حياته ومتشائم وما يرى إلا الظلام. قال أنا من السجن إلى المقبرة، يعني خلاص ما عاد في أمل. إلى أن جاء رجل في السجن صاحب حكمة، جلس مع السجناء، طلع ورقة بيضة فيها نقطة سوداء فن صغيرة، فقال لهم ماذا ترون في هذه الورقة؟ قال نقطة سوداء. قال شوفوا. قال نقطة سوداء. قال لا. كانت مهبول ولا شو تسولف؟ إحنا نشوف نقطة سوداء. قال زين، ليش ما رأيتم البياض؟ ليش ركزتم على النقطة السوداء وتركتم الصفحة البيضاء الكبيرة؟ فوقعت في قلب هذا الرجل، يعني ليش فعلا أركز على السلبيات، أركز على الواقع اللي أنا فيه؟ فيقول أنا فعلا ليش أركز على الأشياء السلبية؟ الدنيا فيها خير، أتفائل بالله، أجدد من نفسي، أشوف لي شيء يطورني، شيء يقومني، أما أني أظل أتحلطم وأكون في نفس الدائرة. على قولتهم يقولون أولا محلك راوح، لا. فكثير منا يا جماعة من ينظر إلى السلبيات نقطة سوداء. طيب عندك بياض كثير، عندك نعم كثيرة أخي الكريم، أختي الكريمة، إحنا عندنا نعم عظيمة جدا، بس ما إحنا حاسين فيها، ودائما نخلق لأنفسنا مطبات وأشياء سوداوية وأشياء مهم موجودة، وتفكير في المستقبل وأشياء الهم ومدري إيش. لا لا، أنت ركز في دائما في الأشياء الإيجابية. فهذه الحياة يا جماعة فيها البياض وفيها النقطة السوداء. اللي بيتبع البياض بيبشر بياض الوجه، واللي يدور على النقطة السوداء تلقاها بس تتعب. فلذلك انظر في النعم اللي عندك اللي أنت تملكها وغيرك فاقدها، ولا راح تحس بطمأنينة، تحس بسعادة، تطلع منك من قلبك كلمة الحمد لله. هالكلمة هذه اللي احنا ما نقولها ونستهين فيها يا جماعة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، الكلمة هذه، أو تملأ ما بين السماء والأرض. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكثير منا من ينظر إلى النقطة السوداء وينسى البياض، فاتبع البياض واترك النقطة السوداء. عسى الله سبحانه وتعالى أن ما يرينا وياكم إلا الشيء اللي يبيض وجهنا في الدنيا والآخرة.